نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. يقول: شخص وقع في فاحشة الزنا في نهار رمضان، فما حكمه؟ مثل حكم الذي جامع زوجته، يبطل صيامه، يلزمه القضاء، يلزمه التوبة إلى الله من الزنا والفاحشة، يلزمه كفارة الوط وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكيناً.